طيب قبل ما نطلع فاصل نتابع مع حضراتكم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، لجنة تنمية المجتمع والعمل الأهلي بأمانة اللجان النوعية في حزب حماة الوطن نظمت عدد من الفعاليات بمشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي ومنه لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل بقية أخبارنا. في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للعمل الإنساني، نظمت لجنة تنمية المجتمع والعمل الأهلي بأمانة اللجان النوعية والمتخصصة بحزب حماة وطن وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر ونادي الجزيرة الرياضي وشركة جو بايك عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. بيسعد حزب حماة الوطن أنه يشارك في الفعالية بتاعة أمس واليوم اللي هي بتتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وامبارح كان طبعا تم إنارة برج الجزيرة وظهر فيه الاحتفالية بتاعت اليوم العالمي للعمل الإنساني، ودي كانت حاجة بصراحة يعني مبهرة. النهاردة في اليوم العالمي للعمل الإنساني حزب حماة الوطن بيشارك بمجموعة كبيرة من الشباب بفعالية جميلة بنرسي بيها قواعد مهمة جدا، ان احنا موجودين دايما مع المواطن المصري ومع الشاب المصري تحديدا، والعمل الانساني ده من اهم الامور اللي احنا بنهتم بيها. الفعاليات بتأتي في اطار اهتمام الحزب بالعمل المجتمعي وترسيخ المبادئ الانسانية والحث عليها، حيث شمل على مدار اليوم عدة فعاليات شارك فيها الشباب بمختلف اعمارهم وفئاتهم. النهاردة كان يهمنا ان احنا نرسي قواعد العمل الانساني القائم على المشاركة من جميع طوائف المجتمع. شفنا النهاردة شباب، شفنا كبار السن، شفنا شباب الجامعات، شفنا ناس كتيرة جدا جدا ازاي شاركت النهاردة وبحب بيشاركنا في هذا الاحتفال اللي بينظمه حزب حماة الوطن، هدية من الحزب للدولة المصرية والقيادة السياسية، ولنؤكد للعالم أجمع أن مصر هي أول من يرعى الإنسانية ويرعى العمل الإنساني ويهتم بالعمل الإنساني ويحتفل بالعمل الإنساني. إحنا كحزب بنشجع الشباب إن هم ينزلوا يشتغلوا مع مبادرة حياة كريمة، وينزلوا في الكرة الأكثر فقراً ويشتغلوا ويتعبوا ويقدموا الخير ويقدموا المحبة. اليوم العالمي للعمل الإنساني وهو اليوم اللي حددته الأمم المتحدة في عام 2008، هو ذلك اليوم المخصص للاعتراف بمجهودات العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب تقديمهم للمساعدات الإنسانية. عمرو عبد الحميد، الحاليوم.